اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني ترد السلام. جميل المعاني بحلو الكلام وكل الأماني ترد السلام. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل العيال بشرا كجرنا وبشي رجب وبشي للدلمي نبي الله محمد اللغد المي مكة بيت المقدس اللغد المي حدنا لغا سيقا دي تدوى السماء لسيم مريي سدرة المنتهى لسيم مريي مستوى سرير القام لسيم مريي محل المناجاتك لقيي وحوي إسرها يا معراجك وحيكون فرديان قيمة أدوي نبينا عليه الصلاة والسلام وأكسونتهن إلى هاي وحو كون كأصول دري صدح بقول إيا صدح إيا طمن رسول با إلى هاي كون كأصول دري وحلقوا ختم النبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه نبي مكة أيو كل شيء مكة أيا رسول لماذا اللي قسيه أو اللي قصو صاري قريش با لعلوذي إني سشراء عدو هرقرين بيقيت كستأفولين وحق ربوها أبو طالب أمنا خديجة أيا قربوها مركا هل سنة يدنتين لبدو دبا هل سنة لحدود بيدنتين نبي قول بها بضن باكو يمد لبضن بولا كل مي مركا بعد إسرها إيا معراجكو محيهين سبب كسيدا هباء هذا لكن محيين وحوي تصلية للرسول الله على ما وقع عليه رسولك إلهي رسولك إلهي مصيبة دي كل عضي تصلي الله وقت تصليين يوه يهورت إسره يمعراجك وحوي مرتقاد إلهي والنبي الله محمد مرتقاد ظاهر لموجين يوه شرفت يقيمها أولي مرك إسره يمعراجك كورمد اللغة ورمي بعد لي على كمدة أيان مركب بالله بيننا بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر فري واكن هو فري واكن
بينما وقتي النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر مرء النبي كسوان يهي حجرك قولة الإسماعيل عند البيت كعبض أكتر من النبي كسوان يهي صلوات الله وسلامه عليه مضطجعا حال يهي مدكي جيفا بين الرجلين لظن تحدث بالنبي جيفا عليه الصلاة والسلام لبضى أن وحي هاين نبي أذيركي حمزة وابن عمه جعفر ابن أبي طالب لبضى نحذو ذا أيو نبي جيفي توالعا منه وحونا لبضى نحذو ذا أصيح ذي نبي هوس إسود لقدو هوس إسود لقيو توالع أيو إساغو أو شرفتيسو إيا مقام كيسو أصيح أيو وحنا كسوان جماعة إنا محل واحد ولا سياحن كران حدينا محوها عوردود أين استابن إن باكسوان إذ أتاه جبريل وميكائيل مرؤو النبي سيد حمزة إيا جعفر ابن أبي طالب لحذوذ أوهردو ملك الجبريل إيا ميكائيل باويمي ومعهما معوذنا وحاها ملك آخر ملك لنا ولجري ملك لجري إسرافيل بوها فاحتملوه ويحنبارين ويصوح حنبارين نبيك حتى جاءوا حتى وصلوا إلا إكلسوا قاران به نبيك زمزم إلى زمزم عيلك زمزم اللي يراه بيها زمزم اللي يراه عيلك صوصاري إلا إكلسو قارن فاستلقوه أي طلبوا منه ذلك وحيكضل بين نبيك لعديد إنه أجيب صدو يكضل بين صدح ذي ملك أما إيقاب الجيفيه إساق أوه هيبو iya waqar iya kaatsiya ay ku sugan tahay ayay iyagu dhacadii u saxiyeen fastalquhu ala dhahri fatawallahu amalka waxa tawliyay minhum malaa'ikta xaqooda jibriil amaliyada waxa fulinayay malakul jibriil wa fi riwayatin riwaya waxa ku sugnaa فرجة وحالة اللاعيي سقف بيتي قري قيقة سانقاف كي سيبا لد اللاعيي فنزل جبريل ملك الجبريل باميشا كسودري فشق واد اللاعيي من ثغرة النحر دونتي سدلال كذا أيو كجاحي إلى لغا غارو حدونت أيو جاحي فشق من ثغرة نحره إلى أسفل بدنه نبي عليه الصلاة والسلام عملية شنجر بالوسمي أما وحل الوسمي يا فرجر مرهذا أولادا مرلع عديسي حليمة إساق أولاد جوغا أي عملية ذا اللغو سمي محال اللغو سمي أرنت أمركي لفروني لينشاء مبرأا عما عليه السبيان من اتباع الهوى والشياطين إنو بريكا نغضو وحي عرورتو أي كسو نانا يان أو إني هودو دا إسكار راعانا أما الشيطان كووهو قاميا إنو بريكا نقضو النبي عليه الصلاة والسلام با عمل كاللوغو سمي ثانيا مركا لبادنا
عند بلوغه 10 سنين طبعاً سنة مركو النبي قاري أي عملية اللي قسمي محال اللي قسمي مركا ليدخل سن المراهقة وهو على أكمل الأحوال مركا بلوغ بو إنو محوها كسو نالو أحواشا مدى أو كامل سن ثالثا عند بلوغه الحلم مركو النبي قان قارين عملية أول قسمي إن يشجل لمضو كامل نقطة درتي بل قسمي عند مبعثه مركي النبي قال لدرينا أفرت سنة وقارين عملية أول قسمي ليتلقى الوحي على أتم حالات الكمال إن وحي قال لكل مو إسقوا أو حالوا إنك كمال كقصوا وهذه هي الخامسة مرة النوى مرة دي شنات مركا عملية وحى قسمي ملك الجبريل ثم أنت كبعد قال وحي جبريل لميكائيل وحيني ائتني إلى إمو بدست أما بدست طلع أما كرك كمر أما هوست ومن ماء زمزم ذهبنا يا دستي وذهب بي زمزمنا أي كجران أي كامبول هذا ولك الذهب كعميار لو استعمال جري ملك الجبريل محوله يهي دستي ذهب او زمزم كجرو اي كان محوله يهي اما خصوصيه له صلى الله عليه وسلم ذهب او لو استعماله اني نبي خاص كتاي وإما لكون حرمته لم تكن شرعت وقتها يضع ذهبك حرم الديسة مبلا جدين نبا لأنه إنما حرم بعد الهجرة ذهبك استعمال كيسة وحل حرم بعد الهجرة نبي قنا مركب محوها إسرها يمعراج كالأمريني وحايها قبل الهجرة بسنة أما ما هي وإما لكونه من عالم الملكوت عالم الملكوت كوحل إلى هذا عالم كان نقا قرصون نبي عالم كان كون كان محل التقليف كأبا وكتقي عالم الملكوت ببجوغ أبا أما ما هي إن شيء ما محوها حرمتنا وحوها عالم الملك قوم بكسوية وإما لأنه من أواني الجنة ويلكم تستقيهين ويلش الجنة وكمديها ويلش الجنة ذهب إن لغو استعمال حراما سكة استوها أهاتي ملك الجبريل وحر ميكائيل وإلى إمبوري ديكسي ذهب وبي زمزم كجران إلى إمبوري كي أظهر قلبه إن قلبي النبي كظهره يا قلبي النبي إن أن كود ظهيره وأن كود قو درت يديو كمبولي وأشرح وأشرح صدره لابتي سنة واسعيه لتكون نفسه راضية مرضية إن النفتي سؤهاته مد راضي أو لغير راضية فاستخرج قلبه ملك الجبريل وحو صو صار قلبك قلبك وحا لو جيدا عد هيلب ايو صو صار فغسله 3 مرات صدح جير بو دقي لحمي اسغا اها ونزع وكسب ما كان به لحمي وحي كسونا من أذن دبا وحي بني آدم كدب لها
oo ruunaad waya ruunul bashariya ayaa laga saafiyeelay nabiga. واختلف إليه ميكائيل وحوي هل دستي لغو مدقين. واختلف إليه ميكائيل بثلاث قسطات سدح دكسي أو ماء زمزم كجر أيو أليمد من ماء زمزم ثم أطى بقسط من ذهب صدح جار مركي لدقي وحولي من دستي ذهب ممتلئ حكمة اسدي ذهبه حكمة لك بحية إيمانا فأفرغه وكل شوي في صدره صدره هذا قلبك على وجهه قلبك يسيبه كل شوي وحي دستي ذا كجري أو حكمة إيمانا نبيك قلبكيس أيو كشوي وملأه ملك الجبريل نبيك وحي كب وحيي حلما ضل وعلما علمي ويقينا يقين إيا وإسلاما إسلام نما أيو كب وحيي ضل محال إلى أمرك وملأه حلما بال إليها ضل محال إلى هذا لد الغضب بالي لهذا عرض وحي لد أؤى أيات ضلي لهذا نبي وحوها صلوات الله وسلامه عليهم عرضوا كين كعنن بوها إلا إن إلهي حرمات كيس الله دل عيام ويه ضل للي ما دانك حقيقة تمي منشأه كمال العلم والتسليم للغلاء والقدر روح الدلس كما يلنكرون منشأ الحلم وحوي وإن له العلم كاملا وإن له هجانسا روح هجانسا يقلها يقدر كإلهي كاسا ليلة هذا حلم حلم بالقبو حيي النبي قال وعلم بو محوها كبوحي علم محال إلى هذا إدراك الشيء على ما هو به في الواقع بال إلى هذا شيء قال الله ليرو سدأ يهي الله ليرو أي واقع كاسا علم إلى هذا يقين محال إلى هذا ويقين بالقبوحي ليهم يقين وحال إلى هذا كمال العلم علمي أو كامل نقضى بحيث لا يشوبه وهم وإننا وهمي يشكيه وإن نده روح وإن علم علم يقين وإن إلهي سي كسالي يقين إلى هذا إسلام لمن محال إلى هذا الانقياد والخضوع والتسليم لتقدير العزيز العليم اسلامنا موحى الى هذا هجانسا روحه وهجانسا روحه او خشوعه يا روحه او وهجانسا مامولك الهي الله عزيزك يا عليمك مامولكيس وهجانسا وح الله وحي كوي ما دما وهجانسا أي إسلام نما اللي ده هذا وحول مركه وملاه وحكب هي حلما ضل وعلما علمي ويقينا هي وإسلاما أي كب هي ثم أطبقه مركه وضبولي مركه عملية كسمية سيسي بكعلي ثم ختم واجبي بين كتفيه بخاتم النبوة labada garab dhaxdooda oo dhinaca bidixda u badan ayaa kaatuntii nabinimada lagaga dhuftey summa inta ka badii markay inta lala maray isaga oo ma ka jooga uu tii waxa loola yimid bil buraq daabadi buraq la dhihi jiray baa loola yimid
حال كونه مسرجا إصابة أو كوريسا ملجما لحكمي نبي خاص وطح أنبياده ويمحوها ويفول الجرتين لكن هي أذى نبي الله محمد بخاص وطح وهو براقه دابة دابدوي أبيض أو عب طويل أو ديرك سيدا أكل جيدا فوق الحمار دميركا وحير بيكا كوريسا ودون البقل بقشنا وحرا ويكوه سيسا يلعو دجنا يا حافره عند منتهى طرفه هذا هو ريبيسا وحو دجنا يا قوب كيسا الشيس المشي كل انتهوت لابد اللغوة هورو أيو قادي ماشي كل انتهوت الشيس يصاري لابد كلا مكدة بقينية عند منتهى طرفه مضرب الأذنين لابد اللغوة وشقين ينصاص إليه صاص إليه لابد اللغوة وحي كتو سنة نقدقا قاسم لقوته والنشاده إنه ديار سيئي إلا رب العزة صادره أود إلهي أقليه إيا النشاط كإلهي أقليه وحنبار سيئي أيه تسنة إسا لماذا تقول ساسو ليه بلق بقى سنة فيري مرك إذا أتى مركو يمادو على جبل يا بور مركو النبي وصاء فولي إلا أن وحوي لمرهبه إنه كلاكه رأيهم ركوب كان براقضه النبي ساري يهي سيدي تهي إنه إسكب بدش لمرهبه مركو النبي ميل بور السيدة أصي فولي لبدا اللقودة دنبار ديرانية مركاسين سيديسي إسكاهان مركو ميل كسي دادك ينا لبدا اللقودة هرا ديرانية سيدو سيديسي وأهاده إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه وإذا هبط ارتفعت يداه له النبي له حأصونا دابدا جناحان لبق رب إلهي في فخذيه لبذ بوديو دابدا إذا النبي قال لقو قاضي لبذ إذا بودا وحي كرهيد لبق رب كرهيد يحفز بهما رجليه لبضا قرم حيحو جنيان لبضا اللقود سي غير عادي يمرك أو شقينيان يحفز بهما رجليه فاستعصب عليه وكوات كاذي بمعنى النفرة نفورا مدى المحوها الركوب لقد قلنيني فوالله على جبريل ملك الجبريل وحود الجيي يده قعنتيس على معرفته قود كيس يا أيو ساود الدجي ثم قال وحولي ألا تستحي ميانا حشونين يا براق براق يمحاك ودع ميانا حشونين فوالله بان كنت أرتي ما ركبك كما فول خلق خلق أكرمك كرامة بدن على الله إلهي على الله عند الله إلهي أكتيسة منه نبي الله محمد فاستحيا وحشوطي براق والحشوطي حتى رفض عرقا إلا أكشب الإذن وقرر واصقنا علي عركي يبودبودكي وإسكدا مكانك يسيبك واصقنا علي حتى ركبها إلا النبي أكره وكانت الأنبياء وأنبياءنا وحيا هيد تركبها تيكرت قبله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وحوري إن سعيد بن المصيب وحوري إيا وغيره وهي دابة إبراهيم دابدان إيادة إيه النبي محوها ركوب كاللوغة لغي ودابدي النبي الله إبراهيم ركوب كواهي التي
دابدي كان وها نبي الله إبراهيم يركب عليها للبيت الحرام وابد دابدي وبيت الحرام كأوك عجروي من الشام دابدا سو ركوب كدي جنجري الشام بوك جاي من جري مكو من جري لزيارة ولده إسماعيل وأمه هاجرة حين وضعهما هناك بأمر من الله ودابدي يضعي فانطلق به ولتغي مرك واودي فانطلق وحلتغي به بالرسول الله جبريل وهو ملك جبريلنا عن يمينه نبي جميل توكس الله وكان آخذا بالركابه ركاب كون صدع وهي وميكائيلنا عن يساره ميكائيلنا بالحب وقص عضا وهو آخذ بزمام البراق هجان كيدو هيا رواية كرنا ساعة غير كيد بكسار ورته وعند ابن سعد وكان الآخذ بركابه جبريل وبزمام البراق ميكائيل فصاروا ويسعدين حتى بلغوا انت كقالان أرضا ذات النخل إلا أي كقالان دول أو قيتميريد له إلا أي كقالان بي سعودين ماشا أي قاري دونان وحوي ومدينة فقال وحويري له للنبي جبريل انزل دقبوري دقبوري وهذا مرك ففعل وافل انزل دقبوري فصلها هنا دق او ميشن كنت كبوري ففعل وافل ام ملك الجبريل سلا اولي وحال الربان النبي انه بركيستو وميش اوسو هجرون دونو ومحل قيميسن انه بركيستو ايا دق او كنت كلي لولي لو رجع عود بكتو كذي ثم الركبة وفولي براقديسي فقال وحجري له النبي جبريل أتدري أين صليت بولي ما شاءت كتو كتي مقرن يسابولي فقال وحجري الله مقرن يو ما شاء كتو كتي مقرن يبولي محجري مركة قال وحر الملك الجبريل صليت بطيبة مقالة الطيبة اللي إلى هذو يد كنت كتبولي طيبة محل قبحي نبي أيه كشر فودي طابت به صلى الله عليه وسلم وإليها المهاجرة حتى مركز سوه هجرون دونتنا مرشد أسوه هجرون دونتا وإيضا فانطلق البراق براق واتقي يهوي حال ولدك دقي به النبي يضع حال دجنا يحافره قوب كيسا حيث أدرك طرفه إشيس مشي كو انتهوته فقال وحي أجري له النبي جبريل وحي أجري انزل تقبول هدنا فسلها هنا مشي كنت كبول ففعل وافلي ثم الركبة أدنى وحق جمان كيسيبه فولي فقال وحي أجري له النبي جبريل أتدري أين صليت بول ما شاد كتك تيم مكسي سابول قال وحي الله مكسي بول قال وحي صليت بمدين بول ما شاد كتك تيم مدين عند شجرة موسى نبي الله موسى جدي وهاس حرصي ويان بول شجرة لاسي معها شجرة ذي وحية لوجس الدجية معها وشجرة ذي مركو فرعون كصو عرري ومدين يمد أو قبلها محوها نبي الله شعيب وأرجع ورابيه جدي وهاس هاس تدا تجوي
صليت بمديا عند شجرة موسى فانطلق البراق براق هذا نوى تغيه ويحاول لدك دغي به النبي ثم قال وحي أجري له النبي جبريل انزل دكبوري فصلي تكبوري ففعل وافلي ثم ركب هذا نوى فولي قليد كيسي قال له وحي لا تدري موقته أين صليت قال وحي لا مؤقبوري قال وحي صليت بطور سينا طور سينا أجد كنت كتبوا حيث كلم الله موسى ماشي النبي الله موسى إلى هاي كره الله أجد كنت محوها أجد كنت كتبوا مركا وحوي ثم بلغ أرلا أرلا أيو قال فبدل وحى الظاهر له النبي قصور الشام شام سره ريبا النبي الظاهر فقال له جبريل وحي يري انزل ذا فصلي تكو ففعل وافل ثم ركب هدنا واكره فانطلق البراق براق هدنا ويتكت يهوي حاله لدغ دغس به النبي فقال وحي يا تدري موقته اين صليت قال وحي لا ما اوغي قال وحي صليت ببيت لحم ماشى بيت لحم الليله هذا كنت كتي حيث ولد عيسى بن مريم عيسى بن مريم ماشي لغو دلي اياد كنتو كتبولي وافر ميلود انت هذا عن شيغني ميلنا وينو دنبيسا او waxaa weeye waa baytul maqdis shanta meelood waxa nabiga inuu ku tukado muxuu aha amar loogu sii inay salaadiisu shan noqon doonta lagu sii ishaaray oo dhuhur iyo asar iyo maghrib iyo cisha iyo subax ay noqon doonto wa baynama huwa yasiru ala buraq isaga oo nabigu uu buraaqadii saaran yahay ay la degdegayso la socoto id raa wuxuu arkay cifriitan mid xoog badan oo min al jinni jinni ah kaasoo yadlubuhu nabiga ula qasdaya bishuclatin yaa bori oo min naarina shuclo naaraho shuclo qori dabaho min naarin ka ahaaday kullamaa iltafata ra'aahu markuu nabigu milcisadaba qorigii ula daba socdaaba yaa faqaala lahu jibriil wuxuu u yiri ألا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر اللي فيه بول عفريت كان جني إيه نبي جو وحي رد بص على قري دبعة نبي جو هضو في ريا بد قري دب تأهاب الله صوت بص على ملك الجبريل با وحي مكبرا كلموين تقولهن أدكو قوشو إذا قلتهن هداد كو قوشنا طفئت شعلته دبكيس ودميو وخر اللي فيه أفكنا أو أدعيو يسوى أو ميدة أو أدعيو يا وكلموجن عجب بضن أو أدقو بهذا إن أدمحوها استعمال شلو بهاي فقال رسول الله رسولك إلهي وحولي صلى الله عليه نحريز يا ليو عليه النبي وسلم على نبل قليه بلاء بربول وان رواه كلمات كاس بربول فقال جبريل وحوري قل وحا ترى هذا أعوذ أتحصن وأستجير وحان اسكو إلى علينا يا ونمغن قليا بوجه الله بذات الله ذات الله وانا مغن قل ياده الله الكريم ادغض بطنا الله كريم كذات ليس ايان مغن قل ياده بكويري وبكلماته كلمات كالهي وانا مغن قل ياده يا بكلمات الله الهي كلمات كيس
كلمات كاسي محي وحوي كلام كإله يا قديم كا ولا نهي كرا قرآن كعظيم كا ولا نهي كرا صفات كإله يا سرسر هيانا ولا نهي كرا وبكلمات الله كلمات كإله وان مغان قريد التامات ايه تامات كا تامات كا محال وغجي لا يعتريها نقص ولا عيب وكلمات هنا كسوة درينين وح نقص يا وح عابه هنا كسوة درينين أو النافذات في خلقه وكلمات فلية وخلق إلهي كفلية يا لو وجد صدقه بكلمات الله تامات التي كلمات لا يجاوزهن أن قد بين بر روح بارها ولا فاجر ولا فاسق وكلموين هدي إلهي لغو بريو وأدونك إلهي كبريو أن قد بكرين أحد بارها أحد فاجرة أحد فاسقة أن قد بكرين من شر ما ينزل من السماء بان كم بان قريده أعوذ بكلمات الله التام أعوذ بوجه الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل وحي سودق يا شرك سان إلهي كم مغان قال ومحوي من البلاء بلاء وحي سودق يا صمد كسودق يا او برايا ايان الهي كم بغان قلده ومن شر ما يعرج فيها سمد وحي كر ايان الهي كم بغان قلده ومحايا معاصي او الهي قلب كيس واجبين ايان اما محنوين ايان مصائب يا الهي وحلو وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم من شر ما ينزل من السماء وان كم مغان قريده ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض وحي الى هاي كو ابوري دلك دحديسه كو ابوري شركيس ان كم مغان قريده يا وحي الى هاي كو ابوري دلك دحديسه او مخايا من كل مذن عاقل او غيره يا وحش او غيره وح الله وحي وحدبا أما ها هذا وح عاقلة أما غير عاقل ها هذا أما وح محوها أنسي ها هذا أما غير ها هذا وحي إلى هاي دلك أكو أبو ري أردن شركيسا كما كان قال إليه ومن شر ما يخرج منها أرلض وحي كبحيا ما يخرج منها وكخاسيها وحي كهري أيان إلهي كما كان قال إليه محويها وحاس وحي أرضها كسوة بحية هوامك أبي سوينك دبق الله عيالها وحيالها سن إلهي كم بغن قريد سدارده ومن فتن الليل والنهار بان إلهي كم بغن قريد هبينك إيام مالنت فتن ذوذان إلهي كم بغن قريد محل وجود أمريكا. هبين كي يمالين توحي تحدود السود رينا يوي. هبين كي يمالين توحي تحدود السود رينا يا. نفطه أي قطع اللغضون. وإلهي أي كجر شغلون تو. يعني كم عن قريده. وبحاسب محيي. مال. أولاد. زوجو. معاصي لهوي وحيا لهوي من فتنة الليل والنهار ما إلهي كم بغن قريده وحي هبين كالحديثة إيمانية أما مالين تالحديثة إيمانية أو فتنة أو لغيابو إلهي إني كافوين مالكا كوكا مالكا أولاد زوجة معاصي لهوي وحيا لهوي
يعني إلهي كم مغان قليل ومن ضوارق الليل والنهار وحي هبينك إيام مالينتا سود الريان كم مغان قليل ضوارق ضوارق محالة إلى هذا وحي هبينك إيام مالينتا تحضر سود الريان أو بني آدم كو إيمانيا سكذا أنا هو إيمانيا إلا طارقا طارق موي وحي سودر هنا يا موي أو يطرق يأتي لا إيمانيا بخير فإذا لا إيمانيا إلا شيء سودر هنا يا أو طارقة أو روح خير ولا إيمانيا محوية يا كاس وحي هبينك إيو مارنت تحدود سودر هنا يا أو خير ولا إيمانيا محوية هاي فوي هدا اللي قوشة جنوي وعلمك ومالك طيب كأي حراشة أن إلهي كاشغلين إلا إن إلهي وحوري إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكن هذه مالك أولاد إلهي كسية أو أي طاعة إلهي كوكا الميان فتنة معها هذا إلهي كان لحيان بي فتنة نغنية يا الرحمن الله الرحمن هو ساكد عيسى بيه قل وحط له هذا عدوان مغانقلي بوجه الله إلهي ذات ديسة الكريم ونرسنا وبكلمات الله إلهي كلمات كيسة التامات التامات كاها والنقص إعاب عينكو إيمانين التي لا يجاوزهن ونقود بين بر ولا فاجر ونقود بين بان إلهي كم مغانقلي له يعني إلهي كم مغانقلي له من شر ما ينزل من السماء كما انقضل ومن شر ما يعرج فيها وحي سمدك لحد هذا قال كما انقضل ومن شر ما ذرع في الأرض وحي إلهي أرض الله كواب ورشكي سان كما انقضل ومن شر ما يخرج منها وحي أرض الله كصوب بحي كما انقضل ومن فتن الليل والنهار كما انقضل ومن طوارق الليل والنهار كما انقضل إلا طارقا مد سعرا يا مسودرين يا مو يكاسو يطرق ياتي بخير لا إيمان يا الرحمن والله الرحمنهم فانكب اللي فيه ميتا عفريتك ما شو بقول أنت حداد هذا بقوم منته ودعاء على آخر سطه وحي كسود الله وقال أفكم مرلو كذري آهي وضفئت شعلته ضبكي سينا وادمي فصاروا ويسعدين حتى أتوا أنت كي مادان على قوم قوم بيؤي مادين قوم كأو يزرعون بيرنا في يوم ويحسدون في يوم مالنا ويبيرنا يعني مالنا ويقوصنا أما ما هي يوم كوقت بابا اللي قد جدا يوم كد أحد يسيبه أنت بيرتان بيهدنا قوصنا يعني كلما حسدوا عاد كما كان مركي قوستان هذا نواز كسيس فقال وحولي يا جبريل ما هذا كون محيين فقال وحولي هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تعالى وكوة دقالما يا إلهي درتي أدقالما يا كلمة إلهي إنا كرنقط درتي أدقالما يا غرل دنوية إيا قبليو iyo xumaan midna aan u dagaalamaynin ee kelimada ilaahay inay kor noqoto darta u dagaalamaya tudaafu lahum alhasanatu bi 700 dhifin ayaa loo la laabaya wama anfaqu min shay'in fa huwa yukhlifu wixii ay bixiyaan waa loo khalifiyelaya adduunka lagu khalifiyelaya aakhira lagu khalifiyelaya wa wajada nabiga wuxuu helay riixan tayyiba ويجي آدو درن وان مثل كيسة بالمحوها سلوها رأي أدقتها عجيبة أي النبي ويوها لي ريح طيبة أي النبي ويوها لي فقال وحر يا جبريل ما هذه الرائحة بولي ودقون كان محويا هاي بولي قال وحو لهذه رائحة ماشطة بنت فرعون بول قبضي فرعون
gabadhii u shanleynaysay udaygeedii weeyaan buuri iyo waawladaha qisaduna maxay ahayd baynama hiya tamshidu ya mar ay u shanleynayso tamshudu tamshidu ay u shanleynayso binta fir'aun idu waqtigaaba saqatal mishdu shanladii baa ka dhacday faqaalad waxay tiri gabadhii u shanleynaysa gabadha fir'aun bismillaahi ilaahay magaciisa yaan cuskanayaay tacasa fir'aun bay tiri fir'aun waa halaagsamay tiri waxba u muuqda faqaala waxay tiri ibnatu fir'aun fir'aun gabadhiisi waxay tiri awalaka rabbun gayra abi bay tiri ma ilaahan aabbahay ahayn baad leedahay tiri gabadh yahay ay ilaahan aabbahay ahayn miyaad leedahay faqaala waxay tiri nacam ilaahan aabbaha ahayn baan leedahay tiri ya qaala waxay tiri kolkay sidaa tiri nacam qaala waxay tiri afa ukhbiru bidalika abi bay tiri ila mucaamala ka dhacayse warkan aad leedahay aabbahay ma u sheegaa bay tiri ya qaala waxay tiri nacam fa akhbarathu way u warantay qisadii dhacday bay aabbaheed fircoon uga warantay fadacaaha wuu u yeedhay faqaala wuxuu yihi awalaki rabbun gayrii ma ilaah aan aniga ahayn baad leedahay buu gabar yahay qaala waxay tiri nacam warabbii warabbuka allah bay tiri aniga iyo adigaba waxa ilaahay waa ilaahay ya wakaana lilmar'ati ibn wa yahay ibnani wa zawjun qofka iyada ana laba wiil bay lahayd ninna way lahayd fa arsala ilayhim ya faradu almar'ata wa zawjaha farawada wuxuu ka dalbay fir'aun almar'ata wa zawjaha qofka haweenka ah ee ilaahay uu iimaanka siiyay iyo zawjkeediiba an yarjicaa can diinihima inay diintoodii ka noqdaan buu ka dalbay ya fa abayaa way diideen waxaasi wax jira ma haydaan ruuxu hadduu yaqiinta helo waxa weeye wax leexin kara malay inay ilaahay yaqiinta ku siinin unbaa daran mooye faqaala wuxuu yihi innii qaatilukumaa buu yihi wuxuu yihi waan idin dili qaala waxay tiri ixsaanan minka ilaynaa in qataltanaa an tajcalanaa fii beytin waaxid bay tiri waxay ku tiri waxaan kaa dalbayaa ixsaan oo xaggaaga ka ahaanaya annagana aad noo ixsaan falayso haddaadna disho waxaan kaa dalbayaa an tajcalanaa fii beytin waaxidin bay tiri hal qabriyana wadageli bay ku tiri intaasaan ixsaan kaaga doonayaa hal qabri aana wada geli hana lagu aase jamiican qaala wuxuu yihi daaki laki wuuri sidaa waan yeeli buuri bimaa laki calaynaa min alxaqi xoogaa baan wada noolayn waad noo khidmaynaysay sidaa iyadaa waan yeeli fa amara wuxuu amray bibaqaratin min nuxaasin buuri qayb baqarada waxay waa qayb oo nuxaas fa uximiyad waa la kululeeyey si daran baa dab looga dhigay uma amara biha itulqaa fiiha hiya iyo wa awlaadaha iyadiyo awlaadeeda in lagu tuuro fa alquu way tuureen waaxidan waaxidan yaa mid mid bay ugu tuureen xataa balaguu asqara radiicin fiihim canugu nuugayay intii laga soo gaadho markaasaa bacdigeed canugiina iyadaa yaa haysata canuga markay feerisay buu canugii la hadlay faqaala wuxuu yihi yaa umma hooyoy buu yihi qicii isku tur buu yihi walaa tataqaasacii buu yihi dib haga soo noqonin
ولا تتقاعسي هكذا بدعين بولي فإنك على الحق بولي حق بات كنت أغنتهي هرت هذا النار أن دمين بايغا مقاتول تنو حبكم أيها ليس اسكو تربولي يدي يا أولادي لي واسكو تورين قال وحولي راوي هذه القصة قصة أنكِ كورهم وتكلم في المهدي أربعة وهم صغار ذاتك يجوا يرير هذا لي أفر بيا هاي هذا عن جن السجعة إيه هو يدي الله لي وشاهد يوسف نبي الله يوسف أنكِ مرخاتك النقضي وصاحب جريج جريج أنكِ صاحب كواه جريج كواه بس عجيبة أيها هيدي إن عبادة بضم بها إلهي عبادة كم من نيستي والله يا أبو والله وشيك يسنجري عبادة ديسا يا طاعة ديسا لوشيك يسنجري قبر هيب بني إسرائيل أقروح بضم يا وحي تري أنا قيدا يتري جريج أنا أدرك كساري حقا يكغتمد أو حقا يكغتمد أو حقا يكغتمد سكستا انت يا شيء يا جريج كي ويدي كل كي كسبرتي أيا نن نرشي صوم على وهايد أو إلهي وكل عبد يمل أكتيدا أنن أريك الراعة أي سديبتي نن كيبا أتجي مركو أتجي أي أوريستي مركي أورك اللي جوارك عليه ما واسده جريج باي أوريجيت إسق النفتي سوال امتحان يو إن آد علم أورنا موها هنا يسوى صلاة صناعة كجرا أيه هو يدي أتمد مركزي أورنا واقضي ده إنه أجيب له إلى صلاة صناعة كجرا صد حجار مركز أورنا واقضي أو أمد والبئسير مياد أجيبته مسواد إسكد يسان أيه وحوات كاتي صلاة دي سينو كجرو وحي تري إلهي كمدلو إلا كوة زانيالك إلهي إنو كتصمه مركز والله صواقبتي جريت walla garaacay soomaali baa laga burburiyay markaas uu yiri wax yari kaadiya laba ragacood buu ilaahay u tukaday markaas uu yiri wiilka la ii keeno markaas uu wuxuu yiri wiil uu yaa ku dhalay ninka raaciga ahaa muxuu ahaa ariga raacay ay dhalay buu ilaahay baa bari yiri iyo wa ciisa ibn maryama ciisihiina maryama ahaa isaguna muxuu aha qaalay in Cabdullaahi aataaniyal kitaab wa jacalani nabiyyan wakiyo wakii hadlay summa uti summa ata nabigu waa dul yimid ala qawmin qawm bu u yimid qawmka oo turlahu la garaacayo oo la jajabinayo ru'uusuhum wa yahay bisakhra كلما رلخت مر الله مركي لبربريانا عدد كما كانت سيدي دين بيكون نقن لقد حنوى الله عيا والغو بشاقيا حدنا واسيدي سيدي بقصة نقنية ولا يفتروا لغمد بردية عنهم من ذلك الشيء وحل لقد دين ايام ما بحاوة وقال بربرين حدنا سيدي بيكون نقنية حدنا وقال بربرين ايام فقال وحري يا جبريل من هؤلاء كون محيهم قال وحري هؤلاء الذين كوي تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة وكوي مدحيا الكودو أي كعسلان ين صلاة مكتوبة يا فرلكا أين تكنين أما مسماها وقتي أم وقتي أهم بي دنبي لإيماني ثم انت كبعدي أتى النبي وحو صومر على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع حقا هورا وحقا كارينهم مرنا أياك قدقن حقا دنبنا كارين باك قدقن يسرحون كما تسرح الإبل والغنم ولا فوفين يا سيدة حقيلة إيا أريق اللو فوفيو ويأكلون الضريعة قيدك الضريعة ونار جهنم كرح بحا إيه الزقوم والزقوم الزقوم بيعونيا إيه ورلف جهنم نار جهنم رحوش هذا
أما النار تجهنم بدحانتي لو كوليه يا بوا يا وحجارتها. فقال النبي وحر من هؤلاء يا جبريل ملك الجبريل أو كون محييه. قال وحر هؤلاء كون الذين كوي لا يؤدون أن قدرن صدقات أمواله مالك إلى هيسي وحي زكوه الله لها كون قدرن وي وما ظلمهم الله شيئا. سيدا هذا اللوغ لينا إلى هيكم ظلمنا وعليه ما دينهم بالوفري. ثم انت كبعد أطاع نبي وصامر على قوم بين أيديهم لحم نليج في قدور ولحم آخر ويهي ونيء خبيث. وحوي نبي وحي صامر قوم هرتو ذا وحا لحم نليج طيب هيل ودقون او طيب بصومري شرعا شرع طيب كو او الحلها وحلال لماذا اي نبي بصومري او في قدور كسوا اي او لحم اخر هيل بكالي ذاك بعد أطاع نبي وحصومر على قوم قوم وصومر قوم كهو بين أيديهم هرتو لحم هلب وكسوا يهي لليج أو بسل طيب أو طيبة أو محقوح طيب يهي شرعه طيب كو يهي وحلال في قدور دريال كسوا إيا واللحم هيلب كلا واللحم هيلب آخر أو كلا نيء عيدين أم بسلين خبيث أو قرنة. فجعلوا وحي قد قلين يأكلون من النيء الخبيث هيلب كي عيدين كأها أقرمونا أم ببصاوعنا يامبا ويدعون وحي كتغيان أن الليج الطيب هلب كيب بسلا أي طيب كأهانا ويكتغيا. فقال النبي وحوري ما هذا يا جبريل وحني محوي يقول قال وحوري هذا الرجل من أمة كبول وأن أمة هذا كمدة تكون عنده المرأة الحلال الطيبة أكتيس وحا قفها وين حلال وقع إنه استعماله الطيبة أو طيبة أو طيبة نوع دوام حي الدوال اللي حلها شرعا شرع استعمال كذا إلهي كوبني طيبة. فيأتي وحوتة جاية امرأة خبيثة مد خبيثة أو محي خبيثة كل نقطة ناكتي سما وأجنبي إلهي ما بنينن وكذني سنة أيام. فيبيت عندها أكتر إسكبري سيدي إساق أوق معها أي زوجة وطايب حتى يصبح أن تكوى بريست. والمرأة توقفها وينك أوي تقوم من عند زوجها زوج كيدي كأكتقي أنت اللي بيسته أي زوج كيدي قريقة كأكتقته عند زوجها حال كونه حلالا طيبا حلال طيب ويهي وننك إلهي وبني ويهي. فتاتي وحي اتغيسا رجولا خبيثا ننحن او زانئا او الهي وان ابنين بي اتغيسا فتبيت معه حتى تصبح ويلبر محوها اساقا سي محوها اي لجوغيسا الا ايكوى برجته. ثم اتى النبي وحي صومري على خشبة قيد بو صومري على طريق وددك يالا لا يمر بها ثوب ولا شيء مرة ما صومرته لما مرة وحصومرته ما روحي ذا صومرية مرة ما صومرته ولا شيء شيء كان ما صومره إلا خرقته ويد الله عنيسا
روح مرقبة هدو صومر ومرض يكجيحي هدو روح لا تذي سنة ويجيحي. فقال وحولي ما هذا يا جبريل؟ قال وحولي هذا مثل أقوام قام مثل يالكو ذو يوم من أمتك كمذا يقعدون ويفريسنا إياه على الطريق أما على الطرق روح البصور لقبا والدوين كي فريسنا إياه أما وضل يفريسنا إياه فيقضعونه يا ويقوين إياه وقضع الطريق لبا إلا إيمان إياه وتلا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون يا هفريسنا جد كستا هفريسنا إذن كأدرك عبسك لنا يا يأخذون ثيابهم وتسدون أي تصرفون عن سبيل الله إذن كإله الدين دي سدرك كل الحين يا هفريسنا نبي إلهي ورأى رجلا نبي وحو أركينين يصبح في نهر من دم يلقم الحجارة وحو نبي وأركين نين وبي كل حجرة أو ديقة وبي ديقة بكل حجرة أفكار رقحهم بالغرادة. فقال وحو لما هذا يا جبريل؟ قال وحو هذا مثل آكل الربا وأنك الربا ضعنا. ثم أتى نبي وحو صامر على رجل قد جمع حزمة حضب وحو كل مي كوحابا حزمة حضب أي كل مي لا يستطيع حملها حابلي ورصده ورصده هدو قاد جريبة ما بقى هذه كربة محل ربي مرك إنه بدي سكت أي سوما حاوا كلو دانتو قصو دريب يا وهو يريد عليها ما يزيد عليها وزيادنا يا حاوا ذي وقري وكري واي إنه قاضه تكلو قصو دريا وعاصم محيا ملك النبي قال ملك الجبل ما هذا يا جبريل؟ قال وحولي هذا الرجل ويمن أمتك وأنين أمضى كمذا تكون عنده أمانات الناس أكتيس وحيالا ضدك وحيالا أي كو أمان سلين بأكتيس يالا لا يقدر على أدائها أمانة إنو حفظينا أول ملي شلن كيلو ديبا بحريب ودركة دونا إنو يسوي لأي هذا المذابة dadka waxay la tahay magtay dadka wax ganacsanaya shirin hadii loo dhiibo haduu wax iskaga soo gato inay dhib lahayn ah yadi aku fasaxay hadii meel wax ii dhiglo wiiraado aduu si aad wax ugu waxaysan kartaa way yiriido an yatahamalaha alay ama rooyin kale in loo dhiiban hadana waa raba tii horena dalqab ka sii wa ata ala qoomin nabigu qoom bu soo maray تغرض ألسنتهم وشفاههم بمغرال من حديد كلما قرض العدد كما كانت لا يفتر عنهم سدى الله ما تبدي نبي يقول حصام رقام عرب كوحة لقى جر جر يا يبشمها با مقص برة يا لقى جر كل كيلو جر با هذانا سيدهم بيكون نقص هذانا والله جري واسيدهم سلا ما بلغت دبدي غيابا ولا لو جري ويكون نقر فقال وحوري من هؤلاء يا جبريل كون محي سيدن لو غليو قال وحوري هؤلاء خضواء الفتنه خضواء امتك وقوا ددك اي خطبينيا يا طب حاله بو نكون كرا خضواء امتك ددك علماء شيغانيا ددك وحو شيغيا وحو وناكسن وشيغيا إيجان وحب حاراناً كاهن كوا وين نغو كران كوا الددك اسكفتنا إياه إياه أو إنا إسلاعيان سبب أقول نغضا كوا وين نغو كران خد دباء الفتنة خد دباء أمتك يقولون ما لا يفعلون وحين إيجو يالينين بمحوها الددك يالا نهيا
علمك حدي اون عبسل هين عمل بال الربا مويه هدون علمك عمل لهين قيمه مله والاكسونتي هينو ابليس ننا كما علم بدنين ابليس وحا الهي رحمتيس ودري علمك عملك سنبو كتغي دي ولادك حدو الهي علمكيس كو عمل فلي وايو علمك ويقانا مشرق يا مغرب هدو بوحي محو طري نار بكو غليه وحبو ما تريو marka een waxa weeye kitaabkan waa mi'raajkii nabiga kaleeyhi salaatu iyo isrihi hada waxaan ku dhex jirnaa isrihi baan ku dhex jirnaa insha Allah ta'ala waana noosunayaan ila talaada la gaar maxay habeenkii muxuu aha nabiga la dheelmiyay oo 72 ka rajab ah yaa habeenka talaadada nagu soo beegana هذين كسان ختم الدونا أنت تكسر كيسنا والنص عنايا أنت أصلا كل دافعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.